السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف السادس. في درس اليوم سنقوم بمراجعة الوحدة الرابعة. أهداف الدرس: سوف نتعرف في هذا الفيديو على 1- تمييز وكتابة الأسئلة الإحصائية، 2- إيجاد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى لمجموعة بيانات، 3- إنشاء وتفسير مخطط الصندوق وطرفيه، 4- إنشاء وتفسير الجداول والمدرجات التكرارية. والآن علينا أن نتذكر الدروس التي قمنا بدراستها في الوحدة الرابعة: عرض ووصف وتلخيص البيانات، الدرس الأول التعرف على الأسئلة الإحصائية، الدرس الثاني تلخيص البيانات باستعمال الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، الدرس الثالث عرض البيانات في مخطط الصندوق وطرفيه، الدرس الرابع عرض البيانات في الجداول والمدرجات التكرارية. سنقوم الآن بتلخيص ما قمنا بدراسته من مقاييس إحصائية في شكل مخطط تنظيمي. تعرفنا على نوعين من المقاييس، هما مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، حيث أن مقاييس النزعة المركزية هي قيمة تتجمع أو تتمركز حولها بقية البيانات. وقد تعرفنا في هذه الوحدة إلى 3 أنواع من أنواع مقاييس النزعة المركزية، وهي 1- الوسط الحسابي، وهو القيمة التي تمثل ناتج مجموع قيم جميع البيانات مقسوما على عددها، 2- الوسيط، وهو القيمة التي تقع في منتصف مجموعة من البيانات المرتبة، 3- المنوال، وهو القيمة الأكثر تكرارا في مجموعة بيانات. وأما بالنسبة لمقاييس التشتت، هي قيمة تصف الطريقة التي تتباين بها القيم في مجموعة بيانات، وقد قمنا بدراسة نوع واحد من هذه المقاييس في الوحدة، وهو المدى، وهو القيمة التي تمثل الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. الدرس الأول التعرف على الأسئلة الإحصائية، صفحة 202. مثال: أجرى فريد استبيانا على زملائه في الصف، نتج عن السؤال مجموعة من الإجابات عرضها في التمثيل بالنقاط الموضح. ما السؤال الذي ربما طرحه فريد على زملائه في الصف؟ أولا دعونا نتأمل هذا التمثيل بالنقاط. نلاحظ هنا بأن التمثيل يقارن بين الزمن المنقضي في استعمال الإنترنت كل أسبوع والزمن بالساعة. إذن من الممكن أن يكون السؤال هو: كم ساعة تقضيها على الإنترنت أسبوعيا؟ أو: ما عدد الساعات التي تقضيها في الأسبوع على الإنترنت؟ لازلنا عزيزي الطالب في مراجعة درس التعرف على الأسئلة الإحصائية، فقرة تدرب. في التمارين من 1 إلى 4 حدد ما إذا كان كل سؤال إحصائيا. الآن اقرأ الأسئلة جيدا، ثم أوقف الفيديو، ثم أكمل بعد إنهاء الحل. والآن قارن وتحقق من إجاباتك من خلال تتبعك لحل هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما عدد المحطات في نظام مترو الأنفاق؟ نلاحظ هنا بأن هذا السؤال يحتمل إجابة صحيحة واحدة، إذن هذا السؤال غير إحصائي. السؤال الثاني: كيف يقيم ركاب نظام مترو الأنفاق جودة الخدمة على مقياس من 1 إلى 10؟ نلاحظ هنا بأن الإجابات الصحيحة تحتمل أكثر من إجابة واحدة، إذن هذا السؤال إحصائي.
سؤال ثلاثة: كم راكبا يسافر باستعمال كل خطوط نظام مترو الأنفاق الخضراء والزرقاء والحمراء والبرتقالية يوميا؟ نلاحظ بأن هذا السؤال يحتمل أكثر من إجابة صحيحة، إذن هذا السؤال إحصائيا. سؤال أربعة: ما سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق من المحطة A إلى المحطة B؟ نلاحظ بأن هذا السؤال يحتمل إجابة صحيحة واحدة، إذن هذا السؤال غير إحصائي. والآن مع مراجعة الدرس الثاني من الوحدة الرابعة: تلخيص البيانات باستعمال الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى، صفحة 202. مثال: أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى لمجموعة البيانات التالية. ولحل هذا المثال والأسئلة المشابهة له، أولا علينا ترتيب القيم تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. الوسط الحسابي يساوي مجموع القيم تقسيم عدد القيم، وهنا مجموع القيم 625 وعددها 5، إذن الوسط الحسابي يساوي 625 تقسيم 5 يساوي 125. الوسيط: الوسيط هو القيمة التي تقع في منتصف القيم بعد الترتيب. نلاحظ هنا بأن القيمة 124 تقع في المنتصف، إذن الوسيط يساوي 124. المنوال: المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا، إذن نلاحظ هنا بأن القيمة 124 تكررت مرتين، ولا يوجد أي قيمة أخرى قد تكررت، إذن المنوال يساوي 124. المدى: المدى هو يساوي الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة، إذن المدى يساوي 129 ناقص 120 ويساوي 9. لازلنا عزيزي الطالب في مراجعة الدرس الثاني من الوحدة الرابعة، فقرة تدرب: أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى لمجموعة البيانات التالية. الآن أقم الفيديو ثم أجب عن الأسئلة ثم أكمل بعد إنهاء الحل. والآن قارن وتحقق من حلك من خلال تتبعك لخطوات حل الأسئلة. والآن مراجعة الدرس الثالث من الوحدة الرابعة: عرض البيانات في مخطط الصندوق وطرفيه، صفحة 203. مثال واحد: أنشئ مخطط الصندوق وطرفيه للارتفاعات بالأقدام التي حلقت عندها 7 طائرات ورقية. أولا علينا ترتيب القيم تصاعديا، ثم علينا تحديد الوسيط وهو القيمة التي تقع في المنتصف بعد الترتيب، ونلاحظ به أن القيمة هي 60. ثم الربيع الأول وهو الوسيط للنصف الأول من البيانات بعد الترتيب، إذن الربيع الأول هو 45. الربيع الثالث وهو الوسيط للنصف الثاني من البيانات بعد الترتيب، إذن الربيع الثالث هو 70. ثم علينا ترتيب هذه البيانات على شكل خطوط: أولا تحديد القيمة الصغرى، ثم القيمة الكبرى، ثم تحديد الربيع الأول،
ثم الوسيط، ثم الربيع الثالث، ثم نصل أجزاء الصندوق بين الأرباع والوسيط، ثم توصيلها بين القيمة الصغرى والقيمة الكبرى على النحو التالي. مثال 2 يوضح مخطط الصندوق وطرفيه درجات اختبار أحد الفصول في مادة الرياضيات. أوجد قيم الوسيط والمدى لدرجات مادة الرياضيات. أولا الوسيط، وهو القيمة التي تقع في منتصف البيانات بعد الترتيب، وهو الخط الذي يفصل الصندوق إلى قسمين في المنتصف. إذن الوسيط لدرجات الاختبار هو 30، بينما المدى القيمة الصغرى هي 20 كما نلاحظ في طرفي الصندوق. لذا فإن أقل درجة في الاختبار هي 20، القيمة العظمى هي 45 كما نلاحظ من الطرف الآخر للصندوق. لذا فإن أعلى درجة في الاختبار هي 45. إذن المدى للدرجات هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة ويساوي 45 ناقص 20 ويساوي 25. لازلنا عزيزي الطالب في مراجعة الدرس الثالث من الوحدة الرابعة، تدرب استعمل البيانات لإنشاء مخطط الصندوق وطرفيه. الآن أوقف الفيديو، أجب عن السؤالين ثم أكمل بعد إنهاء الحل. والآن قارن وتحقق من إجاباتك من خلال تتبعك لخطوات حل الأسئلة. والآن مراجعة الدرس الرابع من الوحدة الرابعة، عرض البيانات في الجدول التكراري والمدرج التكراري، صفحة 203. مثال 1، لدينا أعمار المشاركين في مخيم. نظم أعمار المشاركين في الجدول التكراري الموضح، ثم مثلها باستعمال المدرج التكراري. الحل: أولاً علينا تمثيل هذه القيم بإشارات العد في الفترة المناسبة لكل قيمة لإيجاد التكرار على النحو التالي: 12 14 12 14 10 11 15 13 13 11 12 12 7 14 12. إذن التكرار للفترة بين 6 إلى 8 هو 1، التكرار للفترة من 9 إلى 11 3، التكرار للفترة من 12 إلى 14 10، التكرار للفترة من 15 إلى 17 1. والآن علينا تمثيل التكرار في المدرج التكراري، أولا من الفترة 6 إلى 8 التكرار 1، من الفترة 9 إلى 11 التكرار 3، من الفترة 12 إلى 14 التكرار 10، من الفترة 15 إلى 17 التكرار يساوي 1. لازلنا عزيزي الطالب في مراجعة الدرس الرابع من الوحدة الرابعة، فقرة تدرب. نظم البيانات التالية في الجدول التكراري الموضح، ثم مثلها باستعمال المدرج التكراري. الآن أوقف الفيديو، أجب عن السؤال ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل.
والآن قارن وتحقق عزيزي الطالب من إجابتك على السؤال. إلى هنا يكون قد انتهى مراجعة الوحدة الرابعة. دمتم أعزائي بكل خير، وإلى اللقاء في دروس أخرى من دروس مادة الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.